مساء الخير، معاكم نادية. النهاردة هنعمل الكفتة المشوية. هنقول مقاديرها. مقاديرها سهلة خالص. معانا كيلو لحمة مفرومة، معانا معلقة بهارات، معانا معلقة فلفل اسود، معانا هنا معلقة ملح وعليها رشة حبهان على لوري، معانا معلقة بصل بودر وتوم بودر. المعلقة دي بجد بتفرق في اي اكل او معظم الاكل طبعا، بتدي تيست عالي. معانا بصلة مبشورة. بصوا، هنصفيها كويس قوي من المية بتاعتها، علشان انا مش محت... يعني المية بتاعتها مش هبقى محتاجاها في اللحمة عشان ما تفكش، بس هحتاجها في حاجة تانية. يعني هتشوفوا المية دلوقتي انا هستخدمها في ايه. انا بصفي البصلاية كويس قوي من المية اللي فيها، انا محتاجة التفل بتاعها. هصفيها كويس قوي، مش هخلي فيها نقطة مية واحدة. اهم حاجه البصلايه ما يبقاش فيها ميه علشان اللحمه ما تفكش معايا. وكمان يا بنات، لما تيجوا تقطعوا اللحمه من عند الجزار، قولي له ان انا عايزه فيها حته ليا، حته اللي هي المفرومه معاها ديت، بتخلي اللحمه ليها طعم حلو قوي. غير ان الدهون لما بتبقى متوازنه في اللحمه، بتدي للكفته كده طعم وتخلي الكفته متماسكه. انا ضفت دلوقتي اهو البصل على اللحمه المفرومه، وهبتدي اضيف بقية التوابل احطها عليها. معلقة الفلفل الاسود، وادي التوم باودر والبصل باودر. زي ما قلنا، دي بتدي تيست عالي قوي للاكل وبتخلي فيه ريحة حلوة. انا دلوقتي هضيف كل المكونات دي كلها واقلبها كده في بعضها في اللحمة، ونقلبها كويس كويس قوي علشان ما يبقاش فيها حتة فيها توابل يمين او شمال كده مش معمولة في اللحمة. هنقلب فيها كويس قوي. الكفتة المشوية دي يا جماعة من الحاجات السهلة قوي، هي والبانيه والكفتة البانيه. يعني لو راجع من مشوار ومستعجلة وعندك اللحمة المفرومة في الفريزر، بتطلعيها تعمليها وتخلصيها بسرعة. بجد من اسهل الاكلات. انا دلوقتي هصبحها معاكم. مية البصل اللي انا قلتلكوا ان انا هسيبها وهستخدمها في حاجة تانية، انا ضفت عليها شوية مية وضفت عليها معلقتين زيت، وحضرت صاج، والصاج ده دهنته زيت برضو. باخد حتة لحمة كويسة عشان الصباع يبقى تخين معايا، معملهوش رفيع يتمص في التسوية، لان لو صغرت صباع الكفتة بيتمص معايا في التسوية. كمان حاجة يا بنات، اللي ما بيعرفش ان هو يصبع بايده، او يعني لسه عروسة جديدة او كده مش واخدة على الموضوع، في عواد الخشب مش بتاعة الشيش اللي هي بتاعة الكفتة المشوية، ممكن تجيبوها وتصبعوا عليها. او لو ما عندكيش المعلقة او شوكة وصبعي عليها، الصباع هيطلع مظبوط معاكي وسمكه كويس. بصوا، انا باخد من مية البصل بالمية بالزيت علشان الكفتة ما تلزقش في ايدي، وباخد حتة لحمة مفرومة وبصبعها كويس قوي. بصوا، اهم حاجة بس ان يعني الصباع كده يبقى يعني قد التاني، مش لازم ان احنا نعمله بشكل متساوي، يعني هو مش يعني مش هينزل في بطننا سليم. بس اهم حاجة ان الواحد يعني على الاقل تبقى سمك الكفتية متماسك. اعملوها بقى جنب بطاطس محمرة، اعملوها جنب مكرونة محمرة، مكرونة بصلصة. بصوا، بتنفع جنب اي حاجة. كيس شيبسي هاتوه واعملوا سندوتشات. انا كنت عامله جنبيها مكرونه بصلصه، وكنت عامله سلطه زبادي. سلطه الزبادي هنزلها معاكم في فيديو تاني واقول لكم مقاديرها ايه. زبادي بالخيار، هي طعمها حلو جدا. بصوا، انا باخد اهو زي ما قلت لكم من الميه بالبصل، وبرجع على الكفته تاني. اصبع الصباع كويس قوي علشان يبقى معايا السمك الصباع معايا كويس قوي وتخين،
ما يبقاش رفيع معايا ينشف مني ويتمص في التسوية. انا خلصت معاك وهقول صاج وهرجع لكم تاني. انا خلصت تصبيع الكفتة، بصوا كلها سمكها متساوي ازاي. هندخلها بقى الفرن دلوقتي على نار متوسطة يا بنات، مش على نار عالية، لان لو علينا نار الفرن قوي الكفتة هتنشف معايا. وكل شوية بصوا عليها وقلبوها يمين وشمال وحطوها على الشبكة مش على الصاج اللي فوق النار على طول. انا خلصت الكفتة وطلعت معايا بقت فظيعة بصراحة وريحتها تحفة قوي. بجد يا بنات جربوها وان شاء الله الوصفة دي تعجبكم. انا حضرت طبق البقدونس دوت علشان اطلع عليه الكفتة. انا هرص عليه الكفتة دلوقتي. يا رب تعجبكم يا رب، واتمنى ان انتوا تدعموا القناة وتعملوا لي اشتراك ولايك للفيديو وترفعوه علشان القناة تكبر بيكم، واقدم لكم ان شاء الله حاجات افضل. بصي انا خلصت اهي الكفته وخلصت رصها اهي، وادي سلطه الزبادي بالخيار اللي قلت لكم انا هعملاها جنبها، وطبعا المكرونه كنت لسه بعملها. اتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم وادعموني وبحبكم قوي.